يلا اللي عنده الصوت عافاكم يطابي 5 5 باش ندوزو لحاجة أخرى. صافي، إذا دابا شفنا الخاصية ديال النهاية اللوغاريتمية والنهاية ديال الدالة الأسية. سنكسن، اللهم يسر ولا تعسر. يلا عفاكم، غنعطيكم الدالة وغنخدمو الوطني 2009. أوكي، الوطني 2009 الدورة العادية. علاش؟ حيت هاد الدالة هادي، فيها اللوغاريتم أو ليكسبونونسيال مجموعين، يعني خصنا نفهموها مزيان والطريقة ديال الإجابة. يلا غنبارطاجي ليكم الأسئلة، غنعطيكم الأسئلة باش اللي ما عندوش يكتبوهم. يلا عفاكم، هما الأسئلة بارطاجيتهم معاكم باش تكتبوهم في شي ورقة باش تبدا معاهم. إذا غنكتب الدالة، أنا غنكتب الدالة هنا. إذا إف دو إكس كتساوي جوج الإلين إكسبونونسيال دو إكس ناقص جوج جذر مربع إكسبونونسيال دو إكس زائد جوج. يلا عندكم 5 دقائق باش تدقلو هاد الدالة هادي ونبداو في التصحيح. صباح الإخوان، سانك سانك، أوكي. سانك سانك. اوكي مزيان. اذا السؤال الاول كما شفتوا في الاسئله عطاونا، تحقق ان هذا التعبير هذا اللي هو جذر مربع اكسبونسيال دو اكس ناقص واحد الكل اس 2 زائد واحد كيساوي داك التعبير اللي عندكم، ياك داك التعبير اللي عندكم. اذا ملي تيقول لك تحقق، راه يمكن لك تبدا من اليمين باش تلقى اليسار، او لا تبدا من اليسار باش تلقى اليمين. ماشي بحال بعين، ملي تيقول لك بعين ما عندكش الحق تبدا من النتيجه اللي كيعطوك يعني باش تبينها. صافي، تحقق لنا يمكن لك تبدا من النتيجه او لا يمكن لك تبدا من المعطى اللي عندك في التمرين. دونك حنا غنبداو من هاد القضيه هادي، ونفس الشيء بالنسبه للعكس. يلا ردوا معايا البال عافاكم، هادي ساهله بزاف ما خصناش نضيعوا فيها داكشي اللي عطاونا في عليها. دونك هذه متطابقة هامة، كتعطيك أ أس 2 ناقص 2 أ بي زائد بي أس 2، يعني واحد أس 2 هو نيت واحد زائد داك واحد. من بعد هذا الجذر مع أس 2 كيمشي